مريم، يعني دراسة مهمة جدا، خاصة انها بالفعل قدرت انها تأهلكم لدخول مسابقة عالمية. عايزة اعرف منك ازاي اشتغلتي على هذه الدراسة، وشايفة الجامعة كمان قدمت لك ايه؟ تمام. اول حاجة ازاي اشتغلت على الدراسة دي؟ طبعا احنا بننافس، يعني احنا كان ما بنبصش للمرحلة الاولانية ولا التانية، احنا كنا بننافس على الفاينل دايما، وكنا بنشتغل على المستوى العالمي اكتر. اول حاجة ازاي الدراسة او في الجامعة اهلتني لحاجة زي كده، يعني هاخدها معاكي بالترتيب. الجامعة عندنا بتوفر منح بره في الخارج لليابان بالذات، عشان احنا الجامعه المصريه اليابانيه، وانا كنت واحده من الطلاب، انا وصاحبتي، بس صاحبتي مش متواجده، هي جيهان حسين المصري، كانت معانا، وسيف الدين، احنا اربعه بننافس في المسابقه. فجيهان كانت برضو معايا في اليابان. احنا كنا بندرس بنظام الكيس ستادي اللي هي اصلا نظام المسابقه، وده كان على مدار سنه كامله في اليابان، وده اهلنا اكتر ازاي نفكر في الكيس ستادي كبزنس سيتويشن، ازاي نطبق اللي احنا بندرسه على بزنس سيتويشن. خلينا نقول ايه الكيس ستادي كمان عشان المشاهد يفهمنا بشكل اكبر. كيس ستادي يعني حاله موجوده او حاله افتراضيه في قطاع البنوك متعلقه بالمجال ده. بالظبط، مش حاله افتراضيه، حاله حقيقيه. حاله حقيقيه موجوده. بالظبط، احنا بندرسها سواء اسباب فشلها او نجاحها، وبندرس او بنقول راينا وبنناقشها زي مؤتمر كده مع بعض ومع البروفيسور او الدكتور الموجود، وبنبدا نناقش اللي احنا درسناه في او نطبقه على الحاله الواقعيه اللي حصلت، وازاي ممكن تتحسن او ازاي كانت ممكن تبقى احسن. تقدموا الحلول او الرؤيه. بالظبط. فده اللي ساعدنا في الـ في الـ في الكيس بتاعتنا. واحنا كمان كنا عاملين حاجه بسيطه كده، ان احنا ما كناش عايزين ناخد بس الحاله دي، احنا كنا عايزين نفكر اوسع. فالحاله دي كانت على السوق الامريكي، فاضطرينا ندرس السوق الامريكي، اضطرينا ندرس سيكولوجيه المستثمرين في امريكا عامله ازاي اللي تخليهم تاخدوا القرارات دي، واضطرينا ندرس كمان المستثمرين ليه بيستثمروا في البنك ده وسبب وقوعه، والكيسز المتشابهه للحياه دي.